البداية بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأخ زكريا عبد النبي أحمد عثمان من بلدية أوال، طبعا صفة فلاح. إنشأنا هذه المزرعة في منطقة أوال بمجهودات بسيطة، ونتمنى أن من الدولة أو وزارة الزراعة أن تدعمنا لننتج أكثر وأكثر. وعندنا مشكلة نتمنى هي ينظروا لها، هي لو يسرعوا لنا فيها، هي مشكلة في عندنا ضعف الكهرباء من أجل تشغيل بضخات ومن أجل الري. طبعا نحن نسقوا حاليا بطريقة بدائية بسيطة جدا، اللي هي عن طريق طبوات الثلاث أرباع مصيرها من شركة النهر. ونتمنى من الدولة أن تسرع لنا في موضوع الكهرباء اللي عندنا فيها مشكلة، هي الأساسية الأولى. طبعا زي ما تعرفوا أني عندي بير فوق من سنتين، يعني البير طافي، يعني ما شغلتهاش. المشكلة في الكهرباء، كم من مرة حاولت بالممولدات، والممولدات مع الرياح مع ما يتحملش. يعني نتمنى يسرعونا في المشكلة هذه، باش حتى نزيدوا أكثر وأكثر في الزراعة. يعني بدل ما نزرعوا هكتار نزرعوا حتى 10 و20، منها نستفيدوا، منها نحن نستفيدوا بالأرض هذه كلها ننتجوها ونزيدوا في التنمية، حتى في لصالح هذه المنطقة اللي هي تعتبر منطقة وليدة جديدة، تحتاج للدعم، تحتاج لكثير من عندها صعوبات كثيرة جدا، صعوبات كثيرة. يعني قد ما نحكوها يعني هي مرئية على الكل، يعني مرئية على الكل.